أما بالنسبة إذا في عنا خريطة في عليها إحداثيات أو ما في عليها إحداثيات، من خلال المعالم الخاصة بهذه الخريطة أنا بقدر أحددهم أو بعرفهم عشان أقوم بعمل ديجيتايزنج لأي خريطة ورقية موجودة عند جهاز الحاسوب، تكون بإضافتها على برنامج الـ RGS Pro، ومن ثم عمل جيو ريفرنسنج لإلها. بمعنى إذا في عنا أي صورة ورقية تم عمل مسح ضوئي سكانر عليها، تم حفظها على جهاز الحاسوب وقمت بإدخالها على هذا البرنامج اللي هو برنامج الـ RGS Pro، ورحنا على زوم تو لاير عندنا هاي الخريطة، بنلاحظ الإحداثيات غير صحيحة. لو قمت بإضافة طبقة منطقة الدراسة وعملت لها زوم تو لاير، موجودة عندنا هون طبقة الدراسة، وعندي هون الإحداثيات 168,000، لكن لما أروح على صورة الخريطة الورقية إحداثيات غير صحيحة. عملية الجيو ريفرنسنج الإرجاع المكاني كيف بتتم؟ بكل سهولة، بحدد أنا الخريطة الورقية، بروح على التاب الخاصة بالإيمجري، بروح على مجموعة الإرجاع الجغرافي، بضغط عليها بفتح لي شريط جديد بتكون من عدة تبويبات خاصة بالجيو ريفرنسنج. لو أقوم بإلغائه برجع على الشكل الطبيعي. إذن بروح على هاي التبويبة الخاصة بالصور أو في بيانات الراستر، وبروح على الإرجاع الجغرافي، بفتح لنا شريط جديد خاص بالإرجاع الجغرافي. عشان أقوم بتصحيح هاي الخريطة ضروري أقوم بتحديد Control Point، نقاط التحكم. بما أنه في عنا إحداثيات لهاي الخريطة وهاي إحداثيات مترية وليست جغرافية، فأنا بقوم بإضافة أول نقطة تحكم من خلال هاي المجموعة. في عنا Add Control Point، بضغط عليها وبختار النقطة الأولى، ونعمل زوم أكثر، كل ما زاد الزوم بتزيد الدقة. حطيت النقطة محل ما بتقاطع خط الطول مع دائرة العرض، يعني الـ X والـ Y. بعدها بضغط رايت كليك بزر الفأرة، بفتح عندي هذا الصندوق أو هاي الرسالة، بقوم بكتابة إحداثيات إكس الموجودة عندي هون وإحداثيات واي الموجودة عندي هون. طبعا إذا كان عندي نظام إحداثيات جغرافي دقائق وثواني ودرجات وما إلى ذلك، بقوم بتفعيل هذا الخيار، لكن أنا عندي الإحداثيات إكس وواي. نقوم بنقل الإحداثيات X والإحداثيات Y (150, 200, 168, 600). بعدها بنضغط على موافق. مجرد ما قمت باختيار أول نقطة بنعمل زوم تو لاير، بنلاحظ أن الخريطة وصلت منطقة الجغرافية وليس الموقع الجغرافي الصحيح. فمنكمل بعمليات الكنترول بوينت الثانية، نضغط على النقطة الثانية تتقاطع بين هذول العمودين، ونرجع زوم اوت، نضغط رايت كليك، مندخل الإحداثيات إكس. طبعا انا ما بقدر اروح اشوف الإحداثيات واي وانا فاتح هاي الواجهة. بهاي الحالة بقدر انا اعمل نسخ لهذا الرقم الإحداثيات من نوع إكس كوبي، نسكر هذا الصندوق ونسحب الشاشة لعند هاي المنطقة، ونضغط كمان مرة رايت كليك، نختار هون لصق أو كنترول في، ونكتب
إحداثيات الواي 150 200. ونختار نقطة ثالثة، طبعا منطقة الدراسة نجعلها في الأسفل، نختار هاي النقطة كنترول زد ونختار نقطة أدق ونرجع زوم أوت، نعمل رايت كليك نختار 149 200، نعملها كنترول اي ثم كنترول سي، نرجع رايت كليك طبعا وانا موجود في النقطة الاولى محل ما انا ضغطت الضغطة الاولى المنطقة الخطأ يعني، برجع هون كنترول في ونكتب الاحداثيات اكس الصحيحة ثم اوكي. نلاحظ ان الصورة صارت احسن من حيث الموقع الجغرافي، والافضل ان ناخذ 4 نقاط رئيسية. هاي النقطة الرابعة رايت كليك نكتب الاحداثيات 149 200، نعملهم نسخ نعمل هون كمان مرة رايت كليك لصق نكتب الإحداثيات اكس 169 200، نعمل موافق. وبعد الانتهاء من نقاط التحكم بقدر اجي اعمل سيف مؤقت، هاي انا هيك عملت سيف، حفظت المنطقة، حفظت جميع النقاط اللي تم اضافتهم. في عنا هذا الزر الخاص بجدول النقاط التحكم، نفتحه في عنا 4 نقاط بنقدر نعدل عليهم من خلال هذا الجدول. وبعد الانتهاء بقوم بحفظ ما تم إنجازه على شكل صورة مصححة جغرافيا. طبعا بقدر أنا أقوم بتصدير النقاط الأربعة بحيث أن أعملهم إمبورت أو ببعثهم لشخص معين عنده نفس الخريطة، بكون بعملها، نقوم بعمل سيف. تفتح عنا هاي الواجهة الخاصة بالأداة اللي اسمها إكسبورت راستر، كل الإعدادات ديفولت موجودة صحيحة 100%، لكن أنا بإمكاني أن أقوم بتغيير موقع الإخراج أو اسم المخرج، أتركه زي ما هو، نكتب فقط خريطة، خلي الاسم فقط خريطة، طبعا من نوع تف، وهي نظام الإحداثيات. بعدها إكسبورت، بعد ما قمنا بتصديرها نقوم بإلغاء الصورة الورقية القديمة وإلغاء جميع شريط الإرجاع الجغرافي عشان نرجع على الشريط الرئيسي. نقوم بوضع منطقة الدراسة فوق، نقوم بتغيير شكل منطقة الدراسة، خليه باللون الأحمر، نو كولر في الوسط، نو كولر، أبلاي. ظهرت عنا بهاي الطريقة، قمنا بعمل إرجاع جغرافي كما تم شرحه قبل شوي. بنفس الطريقة أنا بقدر أي طبقة موجودة عندي بقدر أعمل ديجيتايزنج وإدخال بيانات من على صورة الورقية اللي تم تصحيحها جغرافيا. ومن خلال مفتاح الخريطة بقدر أنا أميز جميع المعالم الثابتة الموجودة، في عنا حدود الأحياء 4 أحياء وعدة مباني، كل بناية فيها عدد طوابق معين. فمثلا إذا بدي أقوم برسم قطعة أرض هنعمل نيو كمان مرة، اسم الطبقة بارسلز موجود فيها، بقوم باستيراد الحقول، الطبقة موجودة عندي سابقا، بعدها فينيش، تظهر عندي هاي الطبقة مجرد القيام بإنشائها.
بقوم بإلغاء جميع الطبقات ما عدا طبقة البارسل الجديدة، بروح على تبويبة الإيديت على إنشاء المعالم، بقوم بإنشاء قطع أراضي بهاي الطريقة من خلال صورة جوية. أنا قمت برسم أول قطعة أرض، هاي قطعة الأرض نظهر شو موجود تحتها، حدودها لون أزرق نو كولر. أبلاي، بعديها نغلق هاي الشاشة، نغلق الخريطة. في عنا أول قطعة أرض رقمها 25، بنروح على الأتريبيوت تيبل، رقم القطعة 25، رقم الحي عنا اللون الأخضر. شو المقصود باللون الأخضر؟ اللون الأخضر اللي هو الحي الشمالي، الحي الشمالي اللي هو رقم 1، هي رقم 1 اللي هو الحي الشمالي. هون اكتب الحي الشمالي. بدي أقوم برسم القطعة رقم 6 بنفس الطريقة، بعد الانتهاء من الرسم نرجع على الاتريبيوت. هاي القطعة اللي انا كنت برسمها حاليا رقمها 6، الحي الجنوبي. طبعا الحي الجنوبي رقم 2، وهون نكتب الحي الجنوبي. بهاي الطريقة انا بقوم بعمل ديجيتايزنج لاي خريطة ورقية موجودة على جهاز الحاسوب تم فتحها على برنامج الـ ArcGIS وتصحيحها جغرافيا، بمعنى كان موقعها الجغرافي غير صحيح، قمت بتصحيح هذا الموقع الجغرافي وبعدها رسم معالم هاي الخريطة. وأيضا لو كنت بإنشاء طبقة الطرق، رايت كليك نيو، وقوم بحفظ ما تم رسمه من طبقة القطع، بعدها نروح على الاسم من نوع لاين، طبعا هاي الطبقة لاين طبقة الطرق، نقوم باستيراد الحقول من طبقة خطية موجودة عندنا سابقا، نضغط على فينيش، تم انشاء طبقة خطية للطرق. بروح على انشاء المعالم، نختار الرود، نقوم بتكبير هذا الخط عشان يظهر عندنا اكثر، عشان عرض هذا الخط 5، ونقوم برسم سنتر لاين. طبعا في عمليات الديجيتايزنج الخاصة برقمنة الخرائط الورقية او الصور الجوية، كل ما انا عملت زوم اكثر، يعني انا هيك عملت زوم كثير، بتزيد الدقة، وكل ما عملت زوم اوت بتقل الدقة. لذلك انا بختار اكستنت معين او مدى معين يعني في الداتا فيو الموجودة عندي، بحيث انه الزوم يكون مناسب للدقة اللي انا بدي اياها. بعد الانتهاء دبل كليك، هي رسمنا اول طريق، نعمل كلير سيلكت. وبهاي الطريقة انا بقوم برسم جميع الشوارع. ايضا انا بقدر اعمل ارجاع جغرافي لاي خريطة ورقية ضفناها على برنامج الـ ArcGIS Pro بدون استخدام شبكة الاحداثيات الـ XY. نستطيع ارجاع الجغرافي لاي خريطة من خلال معلم او معالم جغرافية، بمعنى انا عندي منطقة الدراسة، نقوم بالغاء جميع الطبقات. عندنا منطقة الدراسة موجودة على الخريطة الورقية، الاحداثيات خاطئة، عندنا الاحداثيات هون 168. لو رحنا على هاي الخريطة بدون تلاير، نلاحظ احداثياتها خاطئة ليست صحيحة، نقوم بتصحيحها جغرافيا. وعندنا هاي الطبقة اللي نستخدمها للإرجاع الجغرافي، نختار الخريطة بدون تلاير، نختار موقع بهاي الخريطة يعتبر خاطئ، ومنروح على تبويبة الخاصة بالراستر، منروح على جيو ريفرنسينج، ونختار كنترول بوينت، نختار أول نقطة خاطئة من خلال نقر على زر الفأرة
ومن ثم بنروح على منطقه التراس رايت كليك زوم تو لاير. موجود عندنا احنا اول نقطه خاطئه، بنقوم بتصحيح هاي النقطه. بعد تصحيح اول نقطه بنلاحظ ان الخريطه اجت، لكن يجب علينا اكمال نقاط التحكم لتصبح موقع الخريطه جغرافيا صحيح. نختار نقطه ثانيه ولتكن هاي المنطقه، هاي اد كنترول بوينت، نختارها على الخريطه ونرجع نختار اقل اشي 4 نقاط. احنا قمنا باختيار نقطتين، ضل عندنا كمان نقطتين، النقطه الثالثه من هاي المنطقه لهاي المنطقه، والنقطة الرابعة لعند الانحناء. هي عندنا هون عفوا لازم نختار مكان خاطئ لمكان صحيح، نعمل كنترول زد او تراجع عنده، نختار نقطة خاطئة اللي هي بتكون الخريطة الورقية هي نقطة خطأ، والفيكتور داتا او البوليجون موجود عندنا ستادي اريا المكان الصحيح. هيك احنا قمنا باختيار 4 نقاط تحكم، تم عمل ارجاع جغرافي لهذه الخريطة بطريقة ثانية. طبعا ضروري جدا جدا بعد الانتهاء من وضع نقاط التحكم، سواء كانوا 4 نقاط على الاقل او اكثر من 4 نقاط، ضروري نعمل سيف، نتأكد من الجدول خاص بالكنترول بوينت موجود عندنا الاربعة، وايضا يفضل انه عمل تصدير لهذول النقاط ملف يكون مكتوب فيه 4 إحداثيات، كل إحداثية أو كل نقطة فيها إحداثيات خاطئة وصحيحة. بمعنى لو رجعنا على الكنترول بوينت تيبل، في عنا مصدر النقطة اللي بيكون موقع جغرافي خاطئ، هاي سورس إكس، في عنا الماب يعني موقع إكس على الماب اللي هو الموقع الصحيح. أول نقطة انتقلت من هذا الرقم لهذا الرقم، والواي نفس الاشي. لذلك ضروري جدا عمل سيف بعد الانتهاء من وضع 4 نقاط كنترول، ثم تصدير هاي الخريطة الى جهاز الحاسوب بصيغة معينة وبنفس الاحداثيات الصحيحة. بعد التأكد من جميع الاعدادات ونظام الاحداثيات ومكان الحفظ الاوتبوت، نختار على اكسبورت. إذا تعلمنا في الإرجاع الجغرافي إرجاع أي صورة ورقية من خلال شبكة الإحداثيات الـ X والـ Y، ومن خلال أي معلم لأي طبقة جغرافية موجودة عندنا.